رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب خلصته يمينه وذراع قدسه. أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره، ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل. رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا. رنموا للرب بعود، بعود وصوت نشيد، بالأبواق وصوت الصور. اهتفوا قدام الملك الرب، ليعج البحر وملؤه، المسكونة والساكنون فيها، الأنهار لتصفق بالأيادي، الجبال لترنم معا أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. آمين. نعم يا رب، نشكرك من أجل هذا الصباح الجديد في حياة كل واحد منا. نشكرك لأنك أتيت بنا في هذا الصباح حتى نعبدك، حتى نرنم لك، وحتى نسجد لك، حتى نقدم لك ترنيمات وتسبيحات قلوبنا وأفواهنا. نصلي يا رب حتى أنت تباركنا في هذا الصباح، تبارك كل شخص جاث أمامك الآن. نصلي أيضا من أجل الذين سيأتون ويكونون معنا حتى يأخذوا نفس البركة. نصلي يا رب حتى أنت تباركنا بكل بركة روحية في السماويات. نشكرك يا رب من أجل عملك في حياة كل واحد منا. نعم يا رب، أنت قادر أن تبارك في هذا الصباح كل فقرات هذه العبادة، إن كان بالترنيم والصلاة وقراءة الكتاب، وأيضا تبارك كلمتك لنفوسنا. نصلي يا رب من أجل القسيس المتكلم حتى أنت تمسح بروحك القدوس، تعطيه كلمة من لدنك، وتعطيه نعمة خاصة حتى يكلمنا ونستفيد ونكون فرحين ومبتهجين باللقاء معك. باركنا يا رب وكمل عملك في حياتنا. نصلي يا رب بشكل خاص من أجل الحروب في العالم اليوم، من أجل المآسي التي تحصل، حتى أنت توقف يا رب هذه الحرب وتوقف سفك الدماء. أنت قادر يا رب أن تجعل سلامك يسود وأن تجعل نعمتك أن تظهر. نصلي كل هذا باسم الرب يسوع المسيح، لك المجد إلى الأبد. آمين. آمين. صباح الخير. تعال نبلش عبادتنا بترنيمة سودية يسوع في حياتي. نفسي معك مرتاحة، فيك بلائي نجاتي، وفي قربك ألقى الراحة. قلبي انت وحدك ربي وكل
ربي علي غالي عملك فيا. تعالوا نوقف مع بعض نرنم الترنيمة الجاي بتقول نشيدي يعلو بالهتاف وكذا التمجيد والسبح والترنم لسيد المجيد. فذاك ربي مش اللي بس فوق، لا، ربي الذي سكناه في قلبي فأغلب وأنشد يسوع حي فيا. أمين. تعالوا نعلن هالشي، يسوع حي فيا فذا ضمان نصرتي، يسوع حي فيا. فذا نشيد غلبتي وذا ضمان نصرتي، يسوع حي فيا. ترنيمة جاي بتقول عبرين دايسين كل الصعوبات، أفرحنا بتعلن نصر أكيد، ووعود مليانة بحريات، سلطان بخلي القلب سعيد، وسط الحزن يضل القلب سعيد في شخص الرب يسوع. أمين.
عطر دايس كل صعوبة، أفرح رب تعال النصر أكيد، ووعد مليان بحرية، سلطان بيخلي القلب سعيد، وطمني قرب مني حبيبي يسوع، جهو نادالي غير حالي ويا الغالي حبيبي يسوع، ويا الغالي حبيبي يسوع، عبرنا عايش احرر ويا خطوينا تشهد ليك بإيمان، بقلوب تشتاق تتمنى الوان، عبرنا معاك لينا السلطان، هو ضامني يطمني قريب مني حبيبي يسوع، جيوي ناداني غير حالي ويا الغالي حبيبي يسوع، ويا هو الغالي حبيبي يسوع، عبر تركين ليك أتعبنا أحملنا بإيدك هتشلها، ترفعنا من يوحنا بالإصحاح الخامس بيحكي عن قصة اللي كان في مرض وكان قاعد ما بيقدر يقوم عند ببيت حسدة، بقى بيجي يسوع بيقول له احمل سريرك وامشي، وبيشفي الرب وبيقوم وبيمشي. بيجوا لعنده الفريسيين واليهود بيقولوا له مين عمل هيك، لأنه اليوم سبت ما بيصير، فهو ما بيكون عارفان مين هو هالشخص. بعدين بعد ما بيتركوه بيرجع يسوع لعنده يعرفه بحاله وبيدعوه أنه يترك خطيته ويمشي صح. بقى شو بيروح بيعمل؟ بيروح بيرجع لعند اليهود بيقول لهم هذا هو، هذا اللي شفاني. وإذا بتتركوا إصحاح خمسة وبتروحوا على إصحاح تسعة بتشوفوا واحد أعمى إجا يسوع وتفل على التربة وجبل طين حطه على عينيه وقال له روح اغتسل، بس راح غسل عينيه صار شفاء. نفس القصة بالضبط، بيجوا اليهود ومين عمل هيك وما بيصير والسبت وما سبت، بيقول لهم يسوع، بس شوفوا شو بيقول لهم، بيقولوا له إنه هذا أكيد خاطئ. بيقول لهم عجب، شلون بتقولوا خاطي؟ هو فتح عيني. الله ما بيسمع للخطاط، شلون هيك بتقولوا؟ بيرجع يسوع بيلاقيه بيقول له بدك تؤمن؟ بيقول له أريد يا سيد، بس اللي مين؟ بيقول له أنا هو المسيح، بيكون في خلاص. بالحالتين كان في احتياج لشفاء جسدي، بالحالتين صار في شفاء جسدي، بس ما منشوف بالحالتين خلاص روحي وشفاء روحي. كتير مرات نحن بنلتهي، كلياتنا عنا آلام وكلياتنا عنا أوجاع، كتير أحيانا بنلتهي بس نطلب للجسد شفاء للجسد، ومو غلط، الله بده يشفيك، بس الله يعنى في قلبك أكثر من جسدك، لأنه الجسد بأكد لكم شغلة، الاثنين اللي انشفوا وين رجعوا راحوا؟ على القبر. جسد جسدي وجسدك نهايتهم القبر، بس اللي آمن بيسوع هنقله حياة أبدية في شخصه.
وقت نجي للرب تعوا اليوم رح نرنم ترنيمة بتقول لمسة شفاء لمسة حياة. بس خلونا ما نحط وما نطلب نقول له يا رب اشفي لي جسدي اليوم، عنه مو غلط اطلب، بس اليوم ركز قل له يا رب اشفي لي قلبي، اشفي لي عقلي، اشفي لي روحي، بدي يكون مثل ما انت بدك يعني يكون، لانه انا بعرف انه هذا هو اللي انت بتعنى فيه اكثر شيء. قلبي يا ابني اعطني قلبك، وتقول له اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة من الخطية. صدقوني شفائنا الروحي أهم من شفائنا الجسدي، الجسد فاني راجع على القبر، ولكن الله بده يشفيك بالروح، بده يشفي قلبك حتى تكون بتعيش بكل طهارة لمجد اسمه. وكم منا يجي للرب ومن آمن منضلنا مقيدين وعايشين بالخطية، لو يا رب اليوم بدي وقف، بدي إياك تشفيني، بدي أكسر هالقيد، بدي إياك أنت تكسر هالقيود لحتى أعيش أمانة لمجد اسمك. تعا أنت وإشفي قلبي، إشفي روحي، إشفي عقلي لحتى أكون كما أنت تريدني أن أكون. ما عاد بدي أطلع بس على حاجات الجسد، بدي أطلع على حاجات الروح. قلبي يحتاجك في هذا الصباح يا سيد، إشفيني، إشفيني بلمسة روحك الصالح. ما بدي اطلع مثل ما فتت، بس بدي اطلع بقرارات حتى اتغير وتكون قرارات حقيقية. الابن الضال كتير فكر انه يرجع عند الاب تبعه، بس ما كان فيه اعادة لمركزه لحتى اخذ الخطوة وراح. لو ضله يفكر انا بحياته ما رجع، بس اخذ خطوة. تعا في هذا الصباح له يا رب بدي اخذ خطوة، بدي اياك تشفي لي قلبي، بدي شفاء بالروح لاني محتاجك، محتاجك. امين. تعالوا نحط اعيننا عليه، ما تطلع على اللي حواليك، بس ركز بينك وبين الهك. يا رب اشفي لي قلبي، احتاج لمسة شفاء في هذا الصباح. اشفيني
المصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع اشفي. صباح الخير يا غاليين. اولا مش عارفه اذا كنتوا تعرفوا بكره المفروض عيد الام عند المصريين. بحب اولا اهني كل ام واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وفعلا زي ما الاسيس ميمي كان في عيد في اجتماع السيدات قال ان فعلا امراه فاضله من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ. فربنا أقول لكم كل سنة وانتم طيبين وربنا يخلي لكم ولادكم وأحفادكم دايما فرحانين بيه. خلينا نصلي للرب. يا أبانا السماوي جايين يا رب في هذا الصباح طالبين حضورك وإحنا متأكدين أن أنت حضرت قبل ما إحنا حتى نيجي. أشكرك من أجل فريق التسبيح والعزف. فعلاً يا رب مكتوب ان احنا ندخل محضرك بالتسبيح. بنشكرك من اجل اللي انت عملته من اجلنا. مين يموت من اجلي ومين يغفر خطاياي ومين يعطيني حياة ابدية غيرك يا رب؟ محبة فعلا ابدية احببتنا من اجل ذلك قدمت لنا الرحمة. ما اعظمك يا رب. لا مثل لك بين كل الآلهة زي ما مكتوب عنك أبرع جمالا من كل بني البشر. جايين وواثقين في وعودك الصادقة والأمينة لأن أنت اللي قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. مين منا مش تعبان؟ كل واحد تعبه شكل. في يا رب قلوب مجروحة، في ناس فقدت أعزاء عليها، في ناس يا ربي قلبها مكسور، لكن الرب قريب من المنكسر القلوب وقريب من المنسحق الروح. بدع في هذا الصباح الأخت فيرا والأخ الياس بين إيديك يا رب، انت تعزيهم يا رب. انا عارفه ما فيش اصعب من فقدان الابن او فقدان الاولاد، دي اكبر الم، لكن الرب استألم مجربا قادر ان يعين المجربين، قادر ان يعزي القلوب، قادر ان يلمس كل قلب حزين. يا رب في هذا الصباح بضع كل واحد فقد عزيز عليه ان انت تيجي وتلمس قلبه يا رب وتعزيه وتقويه. كل مريض فينا يا رب يجي زي نازفة الدم يلمس بس هد بثوبه، والرب هو هو امس واليوم والى الابد لا يتغير. هو قادر يشفي تماما يا رب. يا رب يا يسوع أوقات بنجد أشياء كتيرة بتحصل لنا وبنقول ليه يا رب؟
هي فعلا كثيرة، هي بلايا الصديق، ولكن من جميعها ينجيه الرب. أرجوك يا رب أن تكون معنا، أن تحافظ علينا، أن تبعد عنا كل شر وكل شبه شر. أدع كنيستي يا رب بين إيديك. أنت القادر أن ترمي السلام والمحبة في هذه الكنيسة. أنت القادر أن تجعلنا نشتغل كروح واحدة. أنت القادر يا رب يا يسوع أن تجعلنا يا رب فعلا نعيش اللي احنا بنتكلمه، نغفر للي بيأذينا، ونكون يا رب دايما نقول نصنع خير زي الرب يسوع المسيح. يا رب بطلب أيضا من أجل بلادي، من أجل كاليفورنيا، من أجل كل البلاد العربية، من أجل العالم كله، من أجل السلام، من أجل الحروب اللي هي بين أوكرانيا وروسيا. يا رب أنت القادر تديم السلام والمحبة بينهم. يا رب يا يسوع بدع أيضا خادمك الأمين بين يديك. أنت القادر تعطي كلام عند افتتاح الفم. أنت عارف شعبك محتاج إيه، فأرجوك يا رب أنت تعطي هذا الكلام. يا رب يا يسوع احنا عارفين أنت حتيجي تاني، منتظرينك يا حبيبي. مجيئك قد صار على الأبواب، لكن وعدك الحلو اللي بيقول منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. اسمع واستجيب لأكل الحبيب، لك كل المجد إلى الأبد. آمين. آمين. تعالوا نختم ترنيم نقول كل اللي أنا محتاجه هو أنت، كل شهوة قلبي هي أنت، كل نبضة في قلبي فيك أنت، كل لحظة في عمري ليك. هو أغلى ما في
آمين. فضل استريحوا. عنا قراءة في هذا الصباح مع الأخت ألمى. صباح الخير. قراءتنا اليوم من رسالة بطرس الرسول الأولى والفصل الأول ابتداء من العدد 13. رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الأول والعدد 13 بيقول: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا، حتى إن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. لأن كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. آمين. تفضل أخ مجدي. عندنا اليوم الأخ مجدي سبق أنه تكلم معنا كمان. تفضل السيس مجدي، سوري. هو الآن شابلن شيك ومسؤول على الكنائس الإنجيلية البريسبيتيريان. شكرا. تحياتي للجميع. الأخت أدمى قرت هذا الشاهد، أقتبس آية واحدة منه: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. مش هنكون قديسين زيه، لكن على مثاله. وأشكر الرب لأجل هذه القراءة اللي تتفق مع ما سأقرأه. حب في الأول أقول لكم أنه إحنا في موسم اللنت، موسم الصليب، موسم الصلب والقيامة. تعرف العالم الغربي أنه يسميه اللنت. ليه؟ لأن دي كلمة ألماني، دايما أغلب الاقتباسات المسيحية تكون من اللاتيني أو الإنجليزي، لكن دي من الألماني، وكلمة لينتن هي الكلمة اللي اتخذت منها كلمة لينت. يمكن تعرفين الكلام ده، مش كده؟ كلمة لينت اللي هي بالإنجليزي لينث. لما نصحى الصبح الساعة 6 نلاقي الشمس طالعة في كبد السماء، مش كده؟ لو صحينا الساعة 6 قبليها بأسبوعين نلاقي الشمس لسه مكسوفة طالعة على استحياء.
إذن النهار بيطول، ودي العادة لكي نحفظ المواسم. المواسم كانوا بيقسموا المواسم طبقا للزراعة علشان الشعب يحفظها، لأن كانت الشعوب زراعية. وهنا إحنا بيقسم الموسم حسب الضوء، فكلمة لنت بمعنى النهار يطول، وبيها نعرف أول ما النهار يطول إن العيد جاي، وده بالنسبة للأطفال، بالنسبة لينا ذكرى الصلب والقيامة. وأنا لما ساعة ما الأخ شكري كلمني وأنا بفكر في الأمر، من أهم النقاط في موضوع اللنت والقيامة نقطة أولية هي دعوة للتوبة. فرصة القيامة، فرصة الصليب لينا دعوة للتوبة. أنا مش عاوز كلمة دعوة للتوبة إني أطرق على ضمائركم وأقول لكم يا خطاط يا وحشين يا لا، أنا مش لا أقصد ذلك إطلاقا، لكن القلب يكشف أمام النعمة بس. فأنا عاوز أطرح أمامكم النعمة أكتر، ولذلك هأقرأ شاهد لكم شهير جدا من صمويل الأول لصح 15. صمويل الأول لصح 15، وده بيتكلم عن ملك اسمه شاول، وهو الملك الأول لشعب الله. فقيل كالآتي: وقال صموئيل لشاول: إياي ألسر الرب لمسحك ملكا على شعبه إسرائيل، والآن فاسمع صوت كلام الرب. هكذا يقول الرب الجنود: إني قد افتقدت ما عمل عمليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. فلأن اذهب واضرب عمليق وحرموا كل ماله ولا تعفو عنهم بل اقتل. لاحظوا التفسير، التفصيل: رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، حملا، جملا وحمارا. فاستحضر شاول الشعب وعده في طلايم 200,000 راجل و10,000 من يهوذا. ثم جاء إلى مدينة عمليق وكمل في الوادي. وقال شاول للقنيين: اذهبوا حيدوا القيني اللي هم أهل حما موسى، اذهبوا حيدوا انزلوا من وسط العمالقة لألا أهلككم معهم، وأنتم قد فعلتم معروفا مع جميع بني إسرائيل عند صعودهم من مصر. فحاد القيني من وسط عمليق وضرب شاول عمليق من حويلة حتى مجيلك إلى شور التي مقابل مصر، وأمسك أجاج ملك عمليق حيا، وحرم جميع الشعب حد السيف، وعفى شاول والشعب عن أجاج وعن خيار الغنم والبقر والثنيان والخراف وعن كل الجيد، ولم يرضوا أن يحرموها، وكل الأملاك المحتقرة والمهزولة حرموها. هذه هي كلمة الرب. الرب يبارك كلماته لنا. دعونا نطلب من الرب بركة في صلاة صغيرة. يا رب أشكرك وأحمدك لأجل الكلمة المقدسة التي تبكتنا وتقودنا لا إلى الشعور بالذنب بل إلى التوبة. بارك كنيستك هنا يا رب، بارك كنيستك، بارك العائلة المحبوبة لي، عائلة حبيبي الأسيس ميشيل، بيرنا وجيسيكا ومايكل وراندا، باركهم بركة خاصة رب، وبارك كنيستك بركة خاصة، وباركنا اليوم ونحن نتعرض للكلمة لنمجد اسمك ولك كل الكرامة والمجد. آمين. الأمر لشاول: عمليق شعب أنا مش راضي عنه. هم كانوا كبار في الجسم جدا جدا، كبير خالص يعني. وهم لما غزا شعب الرب الأرض أولا وشافوهم خافوا منهم وما دخلوش الأرض بسبب عمليق. فكان عمليق كمان مش بس كده، ليه شرور كثيرة، شرور كثيرة جدا، والرب لا يسكت على هذه الشرور. شكرا حبيبي.
لما أقول له شكري شكرا حبيبي يبقى اسم على مسمى. الأمر خدوا شاول قال له حرم كل واحد. شوفوا التفصيل الممل. رجلا وامرأة، لأن لا تقول لا الستات سيبوهم، لا رجلا وامرأة. طب الأطفال، طفلا ورضيعا. اللي يسألني بعد كده ويقول لي طب الرب قاسي قوي، مالكش دعوة بربنا، ربنا شايف وعارف كل حاجة، واحنا نثق في الله انه عادل. وبعدين طب والحيوانات، بقرا وغنما، لألا تقول البقر، بالتفصيل الممل، جمل وحمار، لأن دي حيوانات لا تؤكل. وهنا شاول عفى عن أجاج أو أجاج أحسن، اللغة يطنق بالتعطيش أفضل، أجاج ملك عماليق. أما كل الشعب حرمه. طب والشعب جعان ولازم باربيكيو بعد الحرب، فكل الغنم الهزيل حرموا، لكن عن خيار الغنم والبقر والثنيان والخراف وعن كل الجيد لم يرضوا أن يحرموها، وكل الأملاك المحتقرة والمهزولة حرموا. أطاع أمر الرب، لم يطع أمر الرب. ما نريد أن نتكلم عنه اليوم هي ثلاث ردود أفعال خاطئة عندما يبكتنا الرب على الخطية. مرة تانية، ثلاث ردود أفعال خاطئة عندما يبكتنا الرب عن خطية. أول، تعال نقرأ باقي الأصحاح. وكان كلام الرب إلى صمويل قائلا: ندمت على إني قد قعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. فاغتاظ صمويل وصرخ إلى الرب الليل كله. فبكر صموئيل لقاء شاول صباحا، فأخبر صموئيل وقيل له: قد جاء شاول إلى الكرمل، وهو ذا قد نصب لنفسه نصبا ودار وعبر ونزل الجلجال. ولما جاء صموئيل إلى شاول قال له شاول: مبارك أنت للرب. شوفوا الكلمة الأولى، قد أقمت كلام الرب يا شيخ. فقال صموئيل: وما هو صوت الغنم هذا في أذني وصوت البقر الذي أنا سامع؟ فقال شاول: من العمالقة. يا سلام، أول رد فعل خاطئ لما يبكتني الرب على الخطية إنكار التهمة. من جابوها من ليه بقى؟ مش أنا الغلطان، الشعب قد عفى عن خيار الغنم والبقر لأجل إيه؟ الذبح للرب إلهك. تاني رد فعل، تبرير التهمة. بس استنوا شوية وشوفوا تبرير التهمة هيكون شكله إيه. وأما الباقي فقد حرمناه. فقال صموئيل للشعب: كفة. الكلمة دي صعبة خالص على فكرة، توازي في الإنجليزي shut up. فأخبرك بما تكلم به الرب لهذه الليلة. فقال: تكلم. فقال صموئيل: أليس إذ كنت صغيرا في عينيك صرت رأسا أسباط إسرائيل؟ الحتة دي مهمة ونرجع لها بعدين. كنت صغيرا في عيني نفسك. لما الإنسان ينظر إلى نفسه أنه صغير، ودي بيسموها الانفيريوريتي، كومبلكس انفيريوريتي، بيكون شاعر بعدم الأمان دايما. الشعب قدامه عاوز يعمل باربيكيو ويفرح، اتفضلوا ماله. طب وامر الرب مش مهم. صرت رأس أسباط إسرائيل ومسحك الرب مالك عن الإسرائيل، وألسى الرب في طريقه وقال: اذهب وحرم الخطاة عمليق وحاربهم حتى يفنوا. لماذا لم تسمع لصوت الرب بل ثرت على الغنيمة وعملت الشر في عينين الرب؟ فقال شاول، ده رد الفعل الثاني، قد سمعت لصوت الرب وذهبت إلى الطريقة التي أرسلني فيها الرب وأتيت بأجاج ملك عماليق وحرمت عماليق. فأخذ الشعب، مش أنا، من الغنيمة غنما وبقرا
اسمع الكلمة اللي جاية، أوائل الحرام لأجل الذبح للرب إلهك في الجلجال. اللي فيكوا شاطر في الكتاب، في أي وصية من بداية الوصايا اللي قالها الرب يقول لك؟ الرب بيقول الآتي، لما يكون عندك 10 غنمات يكون قد للرب 10، يبقى 1 للرب. في وصية بتقول في الكتاب لما أوصيك أن تحرم 10 غنمات تحط 1 أوائل حرام. اللي يقدر يطلع دي في الكتاب أديله اللي هو عاوزه. لا توجد هذه الوصية خالص. شوفوا قد إيه لوي الحقائق يخلينا نحاول تحوير كلمة الرب نفسها. يبقى أول شيء، أول رد فعل لينا خاطئ عندما يبكتنا الرب على خطية، لا أنا ما عملتش حاجة، أنا بريء. لما تضيق الحلقة رد الفعل الخاطئ الثاني تبرير التهمة، يبقى الإنكار ثم التبرير. أوائل حرام، يا سلام على التقوى، يا سلام على حفظ الوصايا، يا سلام على إطاعة الرب. يبقى لعد هنا الرب مش عاوز هذا الردود الأفعال. فقال سموئيل، شوف الكلام ده ينفع ترتيلة جميلة، هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش؟ لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن والترافيم. كأنك بتعبد أوثان يا شاول، كونك لم تسمع صوت الرب كأنك بتعبد إله آخر. لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك. الرب لا يسر بعظاتنا ولا بترنيمنا إذ كان هذا القلب غير مطيع. يا رب لا تجعلني واعظا كثيرا، بل اجعلني مطيعا خاضعا. يا رب لا تجعلني أشدو بالترنيم ولساني لا يمجد اسمك. يا رب احفظ قلوبنا حتى لا ننكر ما تريدنا أن نعترف به من خطية، ولا نبرر خطايانا. شوفوا رد فعل الثالث. فقال شاول صموئيل، أخطأت لأني تعديت قول الرب وكلامك، لأني خفت من الشعب وسمعت صوتهم. طب حد يسأل هنا، ما هو هو يا سيس مجدي قال أنه أخطأت، ما خلاص بقى عارفين إحنا العرب لموا الموضوع. الراجل قال أنه أخطأ، خلاص ما تعملوش منها حكاية، لموا الموضوع. وده مالك مش واحد صغير، مش قدام الرب، لم الموضوع مش قدام الرب. والآن فاغفر فطياتي وارجع معي فأسجد للرب. فقال صموئيل لشاول، لا أرجع معك لأنك رفضت كلام الرب فرفضك الرب. وبعدين هنا لو ننط العدد 30، فقال قد أخطأت. لو في الشاهد موجود وشايفينه، حد يعرف إيه اللي بعد قد أخطأت؟ بص كده في الشاهد، إيه اللي بعد قد أخطأت؟ والآن فكرمني أمام شيوخ شعبي وأمام إسرائيل. تخيلوا عندما كتب الكلمة المقدسة، كتبت الكتابة المزورية، لم ما كانش فيها فصلة ولا نقطة، أنتوا عارفين كده. المترجم الحديث حط بعد قد أخطأت، حط بعدها إيه؟ نقطة. تخيل ان النقطة دي ليها معنى. ايه المعنى دي؟ استنوا شوية. اخطأت نقطة يبقى مش توبة. لو اخطأت من غير نقطة تبقى توبة. ايه ده؟
كلام يعقل ده، يعني هي النقطة دي اللي هي دي. خلي بالك، قد أخطأته والآن اعمل إيه؟ اكرمني. ده أنا كده كرامتي اتمسحت. اكرمني أمام شيوخ الشعب. يعني الكلام اللي قلته ده يا صمويل لشيوخ الشعب كله سمعوه، رفضك من الملك والكلام ده كله كلام صعب على الملك. طب خلاص أنا أخطأت، الآن اكرمني أمام شيوخ شعبي. رد الفعل الثالث توبة خاطئة، توبة لا يسر بها. هقولها لكم ازاي، هثبت لكم دلوقتي ان النقطة دي هي السبب في كل البلاوي. احنا دلوقتي في صمويل الاول 15، تعالوا بسرعة لصمويل الثاني 12. صمويل الثاني 12 بس عشان النقطة دي. الملك اللي جه بعد شاول اسمه ايه؟ داود. داود رجلا كان حسب قلب مين؟ اوكي. داود عمل خطيتين. الرجل ده عفى عن الملك أجاج وبعدين قتلوا صموئيل بعد كده، وعن خيار الغنم والثنيان. يعني ايه يا رب؟ ايه يا رب؟ ده شاول عاوز يتباهى بالنصر فعفى عن أجاج، في ايه يعني؟ وبعدين قتلوه، وبعدين بعد النصرة عاوزين يشووا لحمة، ايه يا رب يعني؟ مقارنة بداود، داود شاف امرأة جميلة متزوجة، مفيش داعي لحكاية القصة بالتفاصيل، فأخذها وزنى معها. زنا في شرقنا الأوسط، الزنا ده شيء قليل ولا شيء كبير؟ كبير جدا. طيب مش كده بس، عشان يخفي قال لرئيس الجيش خد جوزها حطه في الصفوف الأمامية، أوريا الحثي، فذهب للصفوف الأمامية وقتل لما اشتد الحرب. يبقى عمل كم خطية داود؟ زنا و طيب القتل خطية صغيرة ولا كبيرة؟ زنا وقتل. أما الغلبان شاول كل اللي عمله عفى عن الملك اللي اتقتل بعد كده، وكمان شوية غنم عشان الشاوي. إزاي أنت يا رب ما تغفرش لشاول وتغفر لداود؟ اسمع كده. فقال ناثان لداود، عدد 7، يعني بيقول له في الأول إيه، لازم نيجي من الأول شوية. فأرسل من أول الأصحاح، فأرسل الرب ناثان إلى داود فجاء إليه وقال له، شوفوا خلي بالكم الرب ما عندوش حد كبير. شاول لما أخطأ بعت له صمويل، داود لما أخطأ بعت له ناثان. لما يجي لك واحد ويشير لك إلى خطية، حاول تعتبر أن ده كلام الرب، مش ما تحتقرش الشخص اللي قدامك واعتبرها كلمة من الرب. فأرسل الرب ناثان إلى داود قال له، كان في رجلين في المدينة، واحد منهم غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر وكثير جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها وربها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، تأكل من لقمة تشرب من كأسه وتنام في حضنه، وكانت له كابنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيئ للرجل الذي جاء إليه. فحمى غضب داود على الرجل جدا وقال ناثان، حي هو الرب، إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة 4 أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولم يشفق. فقال ناثان، أنت هو الرجل. وابتدى يبكته على الخطية، لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة. أنا عاوزكم تبصوا لعدد 13، شوف رد فعل داود، شوفوا النقطة فين، في نقطة بعد أخطأت ولا مفيش؟ فقال داود لناثان، قد أخطأت إلى الرب. لو أنت سرحان في كل اللي قلته، اسمعني في الحتة دي بس، في دي بس،
في الحتة دي بس، أخطأت وبعديها نقطة مش توبة، أخطأت إلى الرب دي توبة. ليه؟ طب أنت داود أخطأ في حق أوريا الحثية وأخذ امرأته، أو أخطأ في حق امرأته بأن يرسل زوجها إلى الأمام فيقتل. الخطية في المقام الأول في أمام الله. داود أدرك هذا الأمر، إن ما يعمله من خطأ هو في حق الله أولا. ده اللي عاوزين نفهمه في موسم اللنت، أي خطية في الخفاء أو في العلن هي في حق الله. عارفين رد الفعل لناثان إيه؟ الرب قد رفع عنك خطيتك. ما نقعدش نقول إن ده أخطأ خطأ صغير يا عيني، عفى عن أجاج وخيار الغنم، أما ده فأخطأ خطأ كبير. دي مقاييسنا إحنا، مقاييسنا إحنا. يعني الزنا في الشرق الأوسط كبائر، في أمريكا دي مقاييس البشر. خدتوا بالكم في خبر جه في الجرايد السنة اللي فاتت، بيقول راجل ختيار دخل يستحمى، اتخنق، غرق في البانيو في الباستوب، مات غرقان. خبر بعديه بشهر جه شاب صغير 25 سنة غرق في المحيط. مين غرق أكتر؟ ها؟ اللي في الباستوب ولا اللي في المحيط؟ الاثنين، ما فيش واحد غرق أكتر، الاثنين غرقوا. خلينا ناخد بالنا من الأمر ده. الخطية هي في حق الله. لو خدت سنت مش بتاعك في حق الله سرقة، لو خدت مليون دولار مش بتاعتك في حق الله سرقة. ما نقولش ان المليون دولار كبيرة والسنت صغير. مقاييس الله مختلفة ونظرة الله مختلفة للخطية. لذلك أحبائي، عندما ندرك أن أي خطية هي في حق الله، يا بختك. هنختم بكم آية من مزمورين. المزمور الأول مزمور 51، مشهور جدا جدا جدا. شوف كده التايتل بتاعت المزمور لإمام المغنيين يعني قائد الكوير، مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل إلى بث شبع. يبقى ده موضوعنا ولا مش موضوعنا؟ اسمع كده، ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معصية، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما إليك. اسمع الكلمة دي، قولوها معايا كلكم بحس واحد، إليك وحدك. أهي دي، هي دي، أخطأت مش بعدها نقط، والشر قدام عينيك صنعت. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. قلت أعترف للرب بخطيتي ولا أكتم إثمي قرار. تفتكروا مزمور 51 اتكتب في الأول ولا مزمور 23؟ أنا بقول مزمور 51 اتكتب في الأول. مزمور أسف 32، الرقم بيفرق خالص معنا وإحنا مش صغيرين. مزمور 32، اسمع كده، طوبى يا بخته الذي غفر اسمه وسترت خطيئته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. اسمع الحتة دي اللي جاية، لما سكت بليت عظامي. يا سلام، لما نكتم الخطية تبلى العظام من زفير اليوم كله. لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيز. شوفوا القرار، أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي. قلت، بكرر تاني، أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي.
وينهي المزمور: افرحوا بالرب وابتهجوا أيها الصديقين واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. قولوها معايا كده، لأن احنا اعترفنا بخطايانا وهنتوب عنها. فبنرتل الترنيمة، ده قرار جميل. افرحوا بالرب وابتهجوا أيها الصديقين صديقون واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. يا رب احنا قدامك كشعبك وانت عارف قلوبنا، ساعدنا يا رب لا نكتم إثمنا بل نعترف بخطيئتنا وندرك أن كل ما نعمله هو في حق الله أولا. أحبائي كل سنة وانتم طيبين لموسم اللنت، لموسم الصلب والقيامة، حيث نبدأ بالاعتراف ونطهر أنفسنا، ويعطينا الرب رجاء مبارك أنه سيأتي ثانية، مش ليجدنا أبرار، يجدنا مبررين. دي غير دي خالص، مبررين بدم المسيح وحده. قلت أعترف للرب بإثمي ولا أكتم خطيئتي. الرب يبارككم، يبارك كنيستكم، يبارك اشتياق قلوبكم، يبارك نقاوتكم، يبارك الأعياد والقيامة والصلب والرجاء في حياتكم، ويعطيكم نمو وبركة وازدهار. يا رب بارك كنيستك في جليندال، يا رب اطرح البركة والعزاء، اطرح الرجاء يا رب المبارك في هذه الكنيسة، اسكب روحك عليهم وتمجد فيهم يا رب، وأقم كنيستك لتمجد اسمك على الدوام، ولك كل الكرامة والمجد الآن والأبد. آمين. وجود المائدة معنا مناسبة جدا لكلام النهاردة. قراءة بسيطة من رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 11. لأن تسلمتم من الرب ما سلمتكم أيضا، إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، هكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. دعونا نصلي أولا ونخلي بالنا. أنا أول مرة عرفت أعرف كده إن دي disposable، ففيها الخبز وفيها الخمر معا. فدعونا نصلي أولا قبل التوزيع. لو نصلي أولا. يا رب نقدم إليك يا رب قلوبنا وركوعنا وسجودنا، ونشكرك لأجل جسدك المكسور ودمك المسفوك، ونحن نتناول هذا يا رب. اجعلنا نتناول شاكرين ونخبر بما عمله الرب يسوع لأجلنا، ولك كل الكرام والمجد من الآن الأبد. آمين. تفضل. من أجلك للجنجثة
أحببتك من أجلك سترضى الطريق من أجلك للجلجثة لبدت وجهي نحو الصليب وذا لأني أحببتك أحببتك صرت في عيني عزيزا مكرما وسترتك صرت باللم الثمين ممررا أحييتك كنت في جنب الهلاك ورفعتك وشفيتك يقول الرب يسوع هذا هو جسدي المسفوق المكسور لأجلكم خذوا كل منه كلكم. ثم أيضا الكأس قال لهم هذا هو دمي المسفوق لأجلكم خذوا اشربوا منه كلكم. يا أبانا نشكرك لأجل دم ابنك يسوع المسيح وجسد ابنك. باركنا جميعا وبارك ترنيماتنا التي نمجد فيها اسمك ونحن نتذكر هذا الحدث الصلب والقيامة. آمين. تفضلوا استريحوا. شكرا أسيس مجدي الرب يباركك.
نقدم عطايانا للرب ونستمع لترنيمة. وكمان قبل الترنيمة في عندنا الإعلانات، بس في إعلان مهم. الأخ الياس طنوس فقد ابن أخته، فحتى الكلنا نعزيه. وفي شيء ترتيبات خاصة أخ الياس بتحب تقولها؟ بأبريل فيرست. طيب نبقى بنعرف طبعا بعدين. يا الرب يعزيكم. طيب تفضل اخ. اجتماعاتنا مستمرة في كل صباح أحد. الأحد الجاي على الساعة 11 رح يكون الأخ جورج هو اللي رح يوعظ. خلال الأسبوع اجتماع الثلاثة على 7:30، والأخ شكري رح يحكي أكثر عنه. اجتماع يوم الجمعة الشبيبة على الساعة 7:30 في هذا المكان. في عنا إعلان بالنسبة ليوم الثلاثة. نحن الأسبوع الماضي وزعنا هذا الكتاب التحرر من الخوف، فإن شاء الله كلكم حفظتوا عليه. يوم الثلاثة راح نعمل الاجتماع الزوم، ولكن أنا عملت تلخيص لبعض الدروس فراح أتابعها معكم. يعني كل واحد بالاجتماع لازم يكون معه الكتاب، فبتأمل عدد كبير منكم يجي يكون معه الكتاب بالبيت طبعا، وبندرس سوا هالكتاب هذا اسمه التحرر من الخوف. عندك إعلان على المؤتمر؟ إعلان مؤتمر. تفضلي. بس تذكرة للمؤتمر رح يكون May 27-30 بوستمون كوليدج، وما تفكروا الأسعار كتير 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 أعلى من قبل، مع إنه كوفيد ومع إنه كل الريستريكشنز اللي كانت، بس في أشياء كتير خفت يعني بالطريقة اللي عم بتعامل معاهم. سو حضروا حالكم واحكوا معي. Next week راح يكون ال pamphlets هذا موجود مع كل المعلومات بكل التفاصيل. خلينا نوقف مع بعض. كسرت سهام العالم عطمت الانتصار، مسنا كل قوات مجدا لنا يا بار. كسرت سهام العالم عطمت الانتصار، مسنا كل حسابك وقوة الصليب، على حسابك وقوة الصليب. لا نخشى لا نهتم، ملجأنا الحبيب. لا نخشى لا with
نخشى لا نهتم قادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين آمين. Amen.